شكرا خطأ. شكرا لكوس. ميرسي ولا ايش تقول انت؟ ميرسي. خطأ. مسلم لابد يأتي بالألفاظ الشرعية. ألفاظ أهل الإسلام. ايش تقول؟ جزاك الله خيرا. لأن لو قال جزاك الله خيرا كان يقول أنا لا أستطيع أن أعطيك شيء. لكن أنا أدعو الله أن يعطيك. والله هو الغني سبحانه وتعالى. إذن أيهما أفضل، شكرا أو جزاك الله خيرا؟ جزاك الله خير. تمام. سلام عليكم أو بونجو. سلام عليكم جنبو بوجو. ها؟ أو جنبو جنبو. جنبو جنبو. ها؟ سلام عليكم تحية أهل الإسلام. يعني هذا دعاء. مفهوم؟ إذا المسلم لابد يستعمل الألفاظ الشرعية، ألفاظ أهل الإسلام. جزاك الله خير.